السلام عليكم. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن اللينير انتربوليشن، وقلنا إذا عدنا نقاط عدد 2 أي n plus 1 equal 2 نقدر نكتب polynomial من الدرجة الأولى، وهذه العملية نصح لها linear interpolation. واستنتجنا أنه general form للlinear interpolation تكون بهذه الصورة: fx تساوي fx0 plus r fx1 minus fx0، والr تساوي x minus x0 على ال h، وال h اللي هي المسافة between the two points. طبعا هذه المعادلة بعد ما نعوضها بالنقاط ال x وال y راح نحصل على polynomial من الدرجة الأولى. مثل ما تكلمنا سابقا، البولينوميال من الدرجة الأولى تكون بهذه الصورة: P1X يساوي A0 plus A1X plus 1. الA0 والA1 constant. اليوم راح ناخذ شلون نسوي بولينوميال عندما تكون عدد النقاط أكثر من 2، يعني راح نعمم اللينير انتربوليشن بحيث نقدر نكتب polynomial لأي عدد من النقاط. عندما الـ n plus 1 equal any number of points، فإذا عندنا 3 نقاط فالـ n plus 1 equal 3، معناه أعلى درجة نقدر نحصلها اللي هي 2، فراح نحصل polynomial من الدرجة الثانية اللي تكون اللي هو بهذه الصورة، فأعلى أس 2. إذا عدد نقاط أكثر، على سبيل المثال polynomial من الدرجة الثالثة أعلى أس 3 إلى آخره، بحيث polynomial من الدرجة n أعلى أس n. راح نبدي بأول طريقة لكتابة polynomial اللي هي Newton divided difference formula. Newton divided difference formula، طبعا من اسمها divided difference معناها راح نستخدم divided difference table اللي تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقة، اللي هو table اللي نعده للداتا تكون المسافات بين الx غير متساوية. المسافات بين الx غير متساوية. هسه لو فرضا عندنا 3 نقاط: x0 fx0، x1 fx1، x2 fx2. نريد نحسب الـ fx between any points، between any two points. خلي نقول الـ fx at x، fx at x. فمبدئيا راح نفرض على سبيل المثال الـ x هنا وهنا الـ fx، الـ fx. فصار عندنا 4 نقاط، 4 نقاط. The third divided difference نقدر نكتبه الـ fx x0 x1 x2 اللي هو يساوي fx x0 x1 minus fx0 x1 x2 على الرينج كله x minus x2 اللي هو هذا. إذا تلاحظون بهذه المعادلة كل شيء معلوم ما عدا هذا المقدار، ما عدا هذا المقدار اللي هو second divided difference fx x0 x1. فراح نجي نحسبه بواسطة هاي المعادلة. الـ fx x0 x1 يساوي fx x0 minus fx0 x1 على x minus x1 اللي هي بهاي الصورة. أيضا بهذه المعادلة المجهول هذا ايش راح نسوي؟ راح نحسبه أيضا، نكتب له divided difference مالته اللي هو هذا. فالـ fx x0 يساوي fx minus fx0
على x ماينس x نوت. هنا أنا إذا تلاحظون المجهول هذا اللي هو المطلوب اللي هو الواي عندما x تساوي القيمة المعلومة اللي يريد نحسب الواي عدها. فحتى نحسب هذا المقدار راح نعوض هذا divided difference نعوضه هنا وهذا نعوضه هنا ونحسب هذا المقدار. فبعد التبسيط والتعويض راح نستنتج انه ال fx يساوي fx نوت plus x minus x نوت fx نوت x1 plus x minus x نوت x minus x1 fx نوت x1 x2 plus x minus x نوت x minus x1 x minus x2 fx x نوت x1 x2. هذه تمثل الانتربوليشن بولينوميال. الانتربوليشن بولينوميال للنقاط هذن الأربعة الانتربوليشن بولينوميال. إذا تلاحظون بهذه المعادلة هذا الحد هذا divided difference يكون غير معلوم لذلك ما نقدر نكتب البولينوميال. فشو نسوي؟ راح نهمل هذا الحد كاملا ونعتبره مقدار الايرور. اذا تتذكرون بالمحاضرات السابقه قلنا مقدار الايرور اللي هو يمثل الفرق بين الاف اكس اللي هي الداله الحقيقيه اللي تربط النقاط المطلوب كتابه البولينوميال الها والبولينوميال المكتوب اللي هو هذا او هذا مقدار الفرق بين الدالتين. مقدار الفرق هو مقدار الايرور. طب هذه الحاله مقدار الايرور يكون هذا. اذا نريد نعمم هذا الاشتقاق لان بلس 1 بوينت راح نستنتج انه الانتربوليشن بولينوميال يكون بهذه الصوره. هذه المعادلة اللي هي General Form Newton Divided Difference Method. هذه المفروض تنحفظ. طبعا شلون تحفظوها؟ ال fx اللي هي ال y المطلوبة تساوي ال fx نوت اللي هي قلنا أول نقطة plus x minus x نوت ال x اللي هي تمثل ال y النقطة اللي يريد نحسب الواي عدها. وهكذا. وهذا مقدار الإرار. إذا أريد نوضح هذا الكلام على شكل مثال، نفرض عندنا ديتا بهذه الصورة على شكل تيبل، ذن قيم الأكس وذن قيم الواي اللي هن ال fx، ذن قيم ال x وذن قيم ال y. إذا أريد نكتب نيوتن ديفايدد ديفرنس لهاي الداتا، فأول ما نبدأ شو نسوي؟ نسوي ديفايدد ديفرنس تيبل، فبين هاي النقطة وهاي النقطة الفيز ديفرنس يكون 13 ناقص 15 على ناقص 1 ناقص 1 يساوي 1. بين هاي النقطة وهاي النقطة نكتب أيضا نفس الطريقة الفيز ديفايدد ديفرنس مالته. بين هاي النقطة وهاي النقطة كذلك، بين هاي النقطة وهاي النقطة كذلك. هسه كتبنا الف
first divided difference. نجي نكتب second divided difference. The second divided difference اللي هو between these. إيش راح يساوي هذا؟ واحد minus minus اثنين على range كله اللي هو minus واحد minus اثنين. فيكون بهذه الصورة. يعني للتبسيط تقدرون تسوون هالشكل. فهذا الناقص واحد منين جاي؟ منين هذني الفيز ديفايدد ديفرنس اللي هو واحد ماينس ماينس اثنين تقسيم الرينج كله اللي هو ماينس واحد ماينس اثنين يطلع ماينس وان. هذا الديفايدد ديفرنس ايضا نفس الشيء ناقص اثنين ناقص عشرة على الرينج كله. الرينج كله اللي هو واحد ماينس فور واحد ماينس فور يكون بهذه الصورة. أيضا هذا الدفرنس مين جاي؟ جاي من هذا. اللي هو 10 ماينس 34 على الرينج كله اللي هو 2 ماينس 5. ايضا نفس الحالة للثيرد ديفايدد ديفرنس مال الواحد منين جاي؟ ناقص 1 ناقص 4 على الرينج كله مال هذني الاثنين اللي هو جاي من ماينس 1 والأربعة. هنا الواحد هم نفس الشيء أربعة ماينس هذا الرقم اللي هنا تقسيم الرينج كله اللي هو واحد ماينس خمسة ماينس خمسة. وهكذا الفورث ديفرنس أيضا نفس الشيء بس هنا بالصدفة طلع الفورث ديفرنس صفر لأن واحد ماينس واحد يساوي صفر على الرينج كله اللي هو ماينس واحد ماينس خمسة ماينس واحد ماينس خمسة. طبعا اريدكم تقارنون هذا التيبل بالتيبل القبلة اللي كتبناه على شكل رموز اللي هو نفسه بالضبط هذا. بس احنا سوينا حسبنا الفيز ديفرنس هذا والفيز ديفرنس هذا والفيز ديفرنس هذا ايضا حسبنا السكند ديفرنس هذا وهذا وحسبنا الثيرد ديفرنس وحسبنا ايضا الفورث ديفرنس فورث ديفرنس. بعد ما نكمل النيوتن ديفايدد بعد ما نكمل الديفايدد ديفرنس تيبل نجي نكتب الجنرال فورم اوف نيوتن ديفايدد ديفرنس ميثود اللي هي هذه. هسه اذا تلاحظون الاف اكس يساوي اف اكس نوت زائد اكس ماينس اكس نوت اف اكس نوت اكس 1 زائد اكس ماينس اكس نوت اكس ماينس x1 f x0 x1 x2 زائد x minus x0 x minus x1 x minus x2 f x0 x1 x2 x3 زائد الفورث ديفرنس اللي هو هنا يطلع صفر. اذا نريد نوضحها اكثر راح تكون هاي الx0 هاي الx1 هاي الـ x2 هاي الـ x3 وهاي الـ x4 وهاي الـ x4 هاي fx0 fx1 fx2 fx3 fx4 هذا fx0 x1 اللي هو هذا المقدار. هذا المقدار اللي هو f
اف اكس نوت اكس 1 قصدي هذا المقدار اللي هو اف اكس نوت اكس 1 اكس 2. هذا المقدار اللي هو اف اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس 3 اللي هو هذا. وهذا المقدار اللي هو راح يكون عندنا هنا حد يمثل اف اكس نوت اكس 1 اكس 2 x3 x4. هذا راح يطلع يساوي صفر لان هو صفر بالصدفة ما طلع صفر لذلك صفرنا. يعني هنا الحد هذا ايش راح بالاصل ايش ينكتب x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus x3 f x0 x1 x2 x3 x4 اللي هو 0 فكتبناه 0. نجي نعوض جميع النقاط ما يساويها طبعا هذا مثل هذا f x0 والباقي كله معلوم الاكس نوت الاكس 1 والاكس 2 راح نكتبه بدلالة اكس نبقي فقط الاكس. فبعد التعويض راح تطلع عندنا هذه المعادلة 17 ناقص 3 اكس تربيع زائد اكس تكعيب اللي هو third degree polynomial third degree polynomial. اذا تلاحظون عندنا كم نقطة اكس نوت x1 x2 x3 معناها الn plus 1 يساوي 1 يساوي 1 2 3 4 5 معناها الn يساوي 4 معناها لهذه الداتا نقدر نكتب polynomial من الدرجة الرابعة او اقل من الدرجة الرابعة او اقل. هنا طلع عنا من الدرجة الثالثة ليش؟ لان اخر حد هنا بالصدفة طلع صفر. لو كان هذا رقم فراح يكون هذا الحد موجود فنحصل على بولينوميال من الدرجة الرابعة، لكن هنا حصلنا بولينوميال من الدرجة الثالثة لان هذا الحد ما موجود لان هذا الحد ما موجود. ملاحظة عندما تكون المسافات اللي هي ذني between the x points غير متساوية بس احنا هنا غير متساوية لذلك سوينا كتبنا نيوتن divided difference formula اللي هي هاي صيغتها العامة. لكن اذا كانت المسافات متساوية راح نكتب بنفس الطريقة نقدر نستخدم نفس هذا الاشتقاق وراح نحصل على فورمولا جديدة نصيح لها غريغوري نيوتن بولينوميال غريغوري نيوتن بولينوميال اللي هو يستعمل بالديتا اللي تكون بيها المسافات بين الاكس متساوية المسافات بين الاكس متساوية. الصيغة العامة إلى هذه هذه تحفظ اللي هو polynomial من الدرجة n تساوي f نوت plus r delta f نوت plus r r minus 1 delta square f نوت على 2 factorial إلى أن نوصل الآخر حد اللي هو r minus n minus 1 delta n f نوت على n factorial بحيث ال r تساوي x minus x نوت على h. ال h اللي هي المسافة اللي بين ال x point والاكس
اللي هي الاكس مال النقطة اللي يريد نحسب الواي عندها. فإذا عوضنا هذه الآر هنا أنا وعوضنا النقط راح يطلع عندنا polynomial من الدرجة n. polynomial من الدرجة n راح نعوضه. راح نوضح هذا المثال. لو نفرض عندنا ديتا بهذه الصورة، ديتا بهذه الصورة، هذني الاكس، هذني الاف اكس مالتهم، يعني الاكس والواي. إذا تلاحظون المسافة بين الاكس ثابتة اللي هي مقدارها 0.1، يعني هذا الاكس ماينس هذا الاكس 0.1، هذا الاكس ماينس هذا الاكس 0.1، هذا الاكس ماينس هذا الاكس 0.1. لذلك بهذه الحالة راح نكتب غريغوري نيوتن فورمولا. غريغوري نيوتن فورمولا. لذلك ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم الديفرنس تيبل. الديفرنس تيبل اللي هو اخذناه محاضرات سابقة اللي هو هذا الديفرنس تيبل اللي هو نفس التيبل السابق ما عدا الفيز ديفرنس راح نكتبه على شكل دلتا، والسكند ديفرنس راح نكتبه على شكل دلتا سكوير، والثيرد ديفرنس راح نكتبه على شكل دلتا تكعيب. وايضا ذن النقاط قلنا نسميهن اف نوت مكان اف اكس نوت، مجرد فقط رموز، لكن آلية الحساب تختلف. بس إذا نرجع لنفس المثال نجي نثبتهم ذن الاكس وذن الواي. طبعا بهذا المثال قايلنا الاف اكس الحقيقية اللي تربط هذني تساوي اكس تربيع، هو قايلنا بالسؤال الاف اكس اللي تربط هذن النقاط الحقيقية اللي مو احنا كاتبيها اف اكس تساوي اكس تربيع، ومطلوب الواي عندما الاكس تساوي 1.65، عندما الاكس تساوي 1.65 يعني يريد الواي عندما الاكس بين هذن النقطتين هنا يريد الواي شقد. لذلك احنا نجي الاكس والاف اكس اللي هي هاي نفسها، طبعا هي بالسؤال معطينا اياها اكس تربيع، كتبناهم هذه الاكس نوت. طبعا مثل ما تعرفون اول نقطه دائما الاكس نوت، هاي الاكس 1، هاي الاكس 2، هاي الاكس 3. الدلتا اللي هنا شي يساوي هذا ماينس هذا، هذا الفيز ديفرنس، هنا ايضا الثيرد ديفرنس يطلع بالصفر صفر. طبعا هنا عملية الحساب يعني هاي البوينت 3 وين منين جاية؟ 2.56 ماينس 2.25، هذه منين جاية؟ 2.89 ماينس 2.56 وهكذا، هذه منين جاية؟ هذا ماينس هذا، هذا الصفر منين جاي؟ هذا ماينس هذا، يعني الأعلى ماينس الأقل، الأعلى ماينس الأقل، عكس آلية حساب الديفايدد ديفرنس. وكنا بالديفايد الديفرنس نقسم على المسافة، هسه هنا ما نقسم على المسافة، فقط طرح هذا ماينس هذا يساوي هذا، هذا ماينس هذا يساوي هذا، هذا ماينس هذا يساوي هذا، وهكذا. نيجي نكتب غريغوري نيوتن اللي هو الاف اكس تساوي اف نوت بلس ار دلتا اف نوت بلس ار ار ماينس 1 دلتا سكوير اف نوت على 2 اللي هو هذا، بلس ار ار ماينس 1 ار ماينس 2 دلتا تكعيب اف نوت على 3 فكتوريال اللي هو صفر، لذلك ما كتبناه هنا، لذلك ما كتبناه هنا. الار شو تساوي؟ الاكس ماينس اكس نوت على الاتش، الاكس هو يريد الواي عندما الاكس تساوي 1.65، يجينا خلينا الاكس هنا ماينس الاكس نوت اللي هي اول نقطه على الاتش اللي هي 0.1 اللي هي الفرق بين الاكسات ويساوي 1.5. نيجي نعوض الار هنا والدلتا اف نوت، طبعا هذه دلتا اف نوت وهذه دلتا تربيع اف نوت، دلتا تربيع اف نوت طبعا مو ربعها، تنتبهون انه هذا التربيع هنا أنا فقط رمز، فقط رمز للاشاره الى السكند ديفرنس، هذا فقط رمز للاشاره على الثيرد ديفرنس. بعد التعويض نحصل
على هذه الفورمولا. نحصل على انه الاف اكس عندما الاكس تساوي 1.65 تساوي 2.7225. اذا نقارنها ويا الاف اكس الحقيقية اللي هي تساوي اكس تربيع راح تطلع هنا بالصدفة نفسها، يعني هي مو دائما تطلع نفس الشيء، هنا طلعت نفسها، معناه مقدار الايرور يساوي صفر. مقدار الايرور يساوي صفر. طبعا اذا نريد نكتب جميع المراتب هنا هنا جميع المراتب راح يطلع فرق، راح يطلع فرق. اذا تريدون طبقوه بالحاسب بينكم وشوفوا. هومورك اريدكم تكتبون او تحسبون الواي عندما الاكس نوت تساوي 1.8 معناه العفو تحسبون الواي عندما ايضا الاكس تساوي 1.65، لكن اريدكم تبدون الاكس نوت من الاسفل. الاكس نوت من الاسفل يعني ايه هيك نمشي، ايه هيك نمشي. هذه العمليه نصيح لها باك وورد غريغوري نيوتن بولينوميال. ليش؟ نحن راح نبدي من اسفل الى الاعلى. قبل شويه احنا استخدمنا فورورد غريغوري نيوتن اللي هو هذا. ليش؟ لان اعتبرنا الاكس نوت اول نقطه، بجينا كتبنا الانتربوليشن بولينوميال اعتمادا على اول نقطه، هذه صيغتها العامه الفورمولا، وحسبنا الناتج. هسه اريدكم تحسبون يعني نفس السؤال، لكن اريد الاكس تبدون من الاكس نوت تساوي 1.8، تعتبرون هذه الاكس نوت بالعكس. نصيح لها العمليه باكورد غريغوري نيوتن. هذه الفورمولا مالتها هند، طبعا الفورمولا مالتها راح تكون بهذه الصوره. طبعا اذا نريد نشتقها، طبعا هذه اذا تشتقون الباكورد غريغوري نيوتن بس الفورورد غريغوري نيوتن بعد الاشتقاق راح تطلع هذه الفورمولا مالته اللي هي هاي، هذه فورورد. لكن الباكورد اذا نريد نشتقها راح تطلع الفورمولا مالته بهذه الصوره. الاف اكس الاف اكس تساوي اف نوت بلس ار دلتا اف ماينس 1، فقط كرمز للاشاره انه احنا بدينا من الاسفل، بلس ار بلس 1 دلتا سكوير اف ماينس 2، فقط للاشاره انه احنا بدينا من الاسفل. الاف يعني هذا المقدار اللي هو هنا، وهنا دلتا تكعيب اف ماينس 3 على 2 فكتوريال على 3 فكتوريال اللي هو راح يطلع صفر. هنا المفروض يصير بس مجرد هذا اللي هو هذا وهذا اللي هو هذا والاف نوت اللي هو هذا الاف نوت، لان هاي اعتبرناها الاكس نوت والباكورد غريغوري نيوتن. الار نفسها اكس ماينس اكس نوت على اتش، بس مجرد تعوضوها تريدون تعوضونها تطلع لكم نفس النتيجه. المفروض تطلع نفس النتيجة. هذه أول طريقة لكتابة polynomial عندما تكون المسافات متساوية أو غير متساوية، اللي هي Newton divided difference formula، ونظيرتها عندما تكون المسافات متساوية اللي هي Gregory Newton اللي بيها forward وباكورد. forward وباكورد. طبعا شنو فائدة الباكورد؟ في بعض الأحيان عندنا تيبل كلش يعني بعدد نقاط كبير، ونريد الواي عند اكس تكون على سبيل المثال بالاسفل، باسفل الجدول، فما معقول احنا نبدي من فوق ونكتب بولينوميال كامل على مود نحصل نقطه بالاسفل. فافضل طريقه انه نبديها من الاسفل او من نقطه قريبه للنقطه اللي يريد نحسب الواي عندها. الطريقه الثانيه لكتابه البولينوميال اللي هي لاغرانج انتربوليشن بولينوميال. لاغرانج انتربوليشن بولينوميال اللي هو يكون بهذه الصوره، هذه جنرال فورم. هذه تحفظ
General form لل Lagrange interpolation polynomial. Lagrange interpolation polynomial. اللي هو هنا أنا بصورة عامة كاتبين الدرجة n يساوي. طبعا شلون تحفظوه؟ أعطيكم طريقة سهلة، تخلون الكسر وتقولون x not minus كل النقاط، يعني x not minus x1 x not minus x2 إلى x not minus xn. ال xn اللي هي ال x مال آخر نقطة. تجون بالوسط تخلون نفس الأقواس، لكن بمكان كل x not تخلون x، تضربون الحد كل هذا الكسر بال f x not زائد. ايضا تخلون كسر، تاخذون هسه ال x1 minus كل النقاط، يعني x1 minus x0 x1 minus x2 الى x1 minus xn. طبعا ما نطرح x1، ما نخلي x1 minus x1، بالبسط نخلي نفس هذا الحد بالمقام، لكن مكان ال x1 راح نخلي x ونضربه f x1 وهكذا الى ان نوصل ل f xn الى ان نوصل ل f xn. طبعا عادة هذا يستخدم عندما تكون المسافات غير متساوية، غير متساوية. نيجي على شكل مثال واضحة. لو فرضا عندنا ديتا بهذه الصورة، هذن الـ X وهذن الـ Y، نريد نحسب الـ Y عندما الـ X تساوي 4.3، يعني هنا بين ذن النقطتين يعني نريد نحسب شقد الـ Y، نريد نحسب شقد الـ Y. طبعا تكتبون هذا اول شيء، تكتبون هذا. طبعا هنا العملية ما تحتاج نسوي divided difference table او difference table، فقط تعويض مباشر اللي هنا x0 minus x1 x0 minus x2 حسب عدد النقاط، بحيث هاي x0 هاي الـ x0 هاي الـ x1 هاي الـ x2 هاي الـ x3 هاي الـ x4. هنا أنا fx0 fx1 fx2 fx3 fx4، يعني راح نستمر للآن. نعد النقاط 1 2 3 4 5، معناه n plus 1 يساوي 5، معناه البولينوميال اللي راح نحصله من الدرجة 4 أو أقل، من الدرجة 4 أو أقل. بعد تعويض بين الـ X المطلوبة، هذا الـ لاغرانج انتربوليشن بولينوميال، من بعد ما نطبق الفورم اللي هي هذه، نعوض الفروقات ال fx0 x1 الى ال xn معلومة كلها، اللي مذني كل المعلومات ما عدا ال x متغير، الx متغير. هذا إذا ضربنا الأقواس في بعضها راح يطلع لنا polynomial من الدرجة الرابعة أو أقل، polynomial من الدرجة الرابعة أو أقل. إحنا ما نحتاج نضرب الأقواس بيناتهم على مود نكتب polynomial، لأن هو فقط مطلوب عندما الx تساوي 4.3. لذلك تعوضون هنا تقدرون مباشرة لمكان كل x 4.3 وتحسبون الواي اللي هو يطلع هذا المقدار، اللي هو يطلع هذا المقدار. او اذا تريدون تكتبوه هذا تبسطوه، تكتبوه على شكل بولينوميال من الدرجة الرابعة او اقل، تجون تعوضون الاكس 4.3 نحسب الواي وهكذا. شكرا.